الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا أن من أسباب الضلال ترك اتباع السلف، وذلك أنهم هم المرضيون عند الله سبحانه وتعالى، علمهم وفهمهم وعبادتهم وعقائدهم وتطبيقهم للإسلام والدين مرضي من الله عز وجل، ووصفهم الله عز وجل بأنهم هم الصالحين، وأنهم هم أصحاب الصراط المستقيم. وعلى ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وعلامة أهل البدع ترك الانتساب إلى السلف، أو ترك انتحال منهج السلف. ولذلك ضل من ضل بتركه لاتباع منهج السلف ولتأويله للأدلة وللآيات بفهمه هو. يعني مثلا من ذكرنا من الصوفية من أنه يعتقد أنه إله مع الله، يعتقد أنه يعبد الله، حتى يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، يستدل ببعض الآيات، يقول لك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب ما معنى اليقين؟ قالوا: لما يأتيك اليقين لتسقط عنك التكاليف، وهو كلام الهالك محمود محمد طه. وهذا بخلاف تفسير السلف اليقين عن الموت. وبكل سهولة نقول لهم: قد عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وبلا شك أنه وصل هذه الدرجة، درجة اليقين، فلماذا لم تسقط عنه التكاليف حتى وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام؟ ده نموذج. نموذج ثاني: الخوارج الذين كفروا عليا وأصحابه ومعاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذهب إليهم ابن عباس وقال: جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالقرآن منكم، وليس فيهم منكم أحد، فما تنقمون على صاحب رسول الله وابن عمي. ابن عباس لما دخل مدينة الخوارج حروراء سمع لها صوتا كصوت النحل، صوت النحل من قراءة القرآن ومن العبادة ومن الذكر. ذكروا مسائل من هذه المسائل، قالوا أنه حكم الرجال ولم يحكم القرآن، والله يقول: إن الحكم إلا لله. وده نفسي الكلام بتاع ناس داعش والتكفيرين، في مقطع في النت بتاع واحد بتاع رئيس بوكو حرام في نيجيريا، يعني بيتكلم بلهجته ويكفر جميع الطوائف والفرق، في كلام في كلامه صح، وفي كلامه باطل. فهمت؟ بيقول لك: ما اعرف قادريه ارناني، ارناني بمعنى كفر يعني، عرفتها؟ وما اعرف لك تجانيه ارناني، ومعتزله ارناني، وقال حتى اتباع السعود، قال السعوديه، قال هم برضو ارناني. فهمت؟ ده ليه؟ لانه بيقول: لا حكم الا لله. ده طوال الأمة كلها أرناني. فهمت؟ ولو كان ركز على ناس الترابي والجماعة ديل لكان له وجه. فهمت؟ أما أنت تتكلم وتفهم الكتاب والسنة بغير فهم الصحابة، ده اللي بيضلك. فهمت؟ قال: إن الحكم إلا لله. ابن عباس قال له، قال لهم: طيب مسألة. ذكروا هاتين المسألتين ومسألة ثالثة، قال لهم: أما قولكم إن الحكم إلا لله، قال لهم: ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حكم الرجال، ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فهنا في الآية دي حكم الرجال، وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم.
فقال لهم ربنا حكم عند الموت في الوصية، قال وفي دم أرنب، عرفت؟ ألا تقبلون بتحكيم علي رضي الله عنه في دماء المسلمين؟ طيب أخرجتم من هذه؟ خرجنا، لأنه فهم السلف ده لما يجي بيحسم النصوص. عشان كده بتلقى أهل الضلال دائما بيقول لك يا زول ما تقول لي آيات ولا حديث. في دكتور بيقري في جامعة الخرطوم أو بروف اسمه على الدين الأمين الزاكي، وهو من شبكة داعش من حيث المنهج، وبوكو حرام وغيره، وقد يختلف معهم في التنظيم. قام فسر الآية بتاعت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بهواه، وناس أظنهم غالته بيقريهم في كلية الطب جامعة الخرطوم. قام قال لهم هو يا ناس شوف ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. الآية واضحة ولا ما واضحة؟ عنده جماعة خاتينهم قدام قالوا له واضحة. قال خلاص ما تقول لي ابن عباس قال ولا فلان قال، تكفر زي السلام عليكم. أنا ما عرفت كفر زي السلام عليكم ده كيف، فهمت؟ فده ترك اتباع فهم السلف في ضبط النصوص. وإلا لو تركنا أن يفهم كل أحد الإسلام الكتاب والسنة بفهمه لضل الناس. الشيعة بيقولوا ربنا قال دارين يستدلوا بمكانة علي رضي الله عنه وآل البيت، قالوا ربنا قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فقالوا البحرين علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. فناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لهم طيب كذا يعني بينوا لنا ربنا قال عن البحرين هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات، فأيهما الملح الأجاج وأيهما العذب الفرات، علي بن أبي طالب ولا فاطمة رضي الله عنها؟ فبأي المنهجين؟ قالوا قد كفروا. بعدها قام قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا له الناس قاتلوا ولم يسبوا، فإن قاتلوا على أنه حق فلما لم يسبوا؟ وإن كان السبي لا يجوز فلما يقاتلوا؟ وكفروا وفهموا الدين بأفهامهم هم. قال لهم أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم ليست بأمكم فقد كذبتم نص القرآن، ربنا قال وأزواجه أمهاته، وإن قلتم أمنا فكيف تسبون أمكم؟ الشاهد من الكلام إن يا أخواننا فهم الكتاب والسنة بغير فهم السلف من أسباب الضلال ومن أسباب التفرق، وقد نهى الله عن جميع أسباب التفرق، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فنتيجتها فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك العلماء قالوا الآيات التي دلت على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. أختم، إذا كان من أسباب الضلال والفرقة من يترك اتباع منهج السلف وفهم السلف، فكيف بمن يطعن في الصحابة؟ ده تلقاه طوالي منحرف في جميع أموره. ده كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب، وهو من زعامات الإخوان المسلمين، هذا يطعن في الصحابة، وقبلهم طعن في الأنبياء. ولذلك كان من نتاج فكر هذا الرجل أولا في العقيدة، يعتقد بعقيدة وحدة الوجود، إنه كل ما في الكون هو الله. من نتاجه أنه اتبع طرق الجهمية والكلامية، فينكر العرش وينكر استواء الله على العرش وينكر الميزان، عرفت؟ وينكر صفات الله سبحانه وتعالى من اليد وغيرها من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. وكان من نتاجها
أنه يرد أخبار الأحاد كما في تفسيره تفسير الضلال في سورة الفلق أو الناس، وكان من نتاجه تكفير الأمة حاكمها ومحكومها، وكان من نتاجه أن يطعن في الصحابة، وكان من نتاجه أن يزعم أن للقرآن موسيقى، عرفت؟ وأن يطعن في الأنبياء وفي غيرهم. هنا صفحة 161 بس موضع واحد، يطعن في عثمان رضي الله عنه بطعونات عجيبة. وسيد قطب ليس بجاهل، وقد اطلع على الروايات التي أوردها العلماء بطريق الإسناد، ويعلم أنها ضعيفة في هذا الكتاب، عرفت؟ يعني هو يعرف تماما أن هذه الروايات روايات ضعيفة، وهي روايات الخوارج التي خرجوا بها على عثمان وقتلوا عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، عرفت؟ ويشجع بطريق أو بآخر منهج الخوارج. ولذلك نحن نقول بملء الفم أن منهج سيد قطب الذي هو ترك اتباع السلف سبب في الضلال في جميع أمور الدين، وخاصة في منهج وفي باب التكفير. وأخرج كتابه معالم في الطريق، الكتاب ده وكتاب تفسيره بتاع في ظلال القرآن، قال عنهما القرضاوي الأخ المسلم عندنا ده برضو من الضلال، قال في كتاب اسمه أولويات الحركة الإسلامية، يتكلم عن الحركة الإسلامية، يقصد بهم أي جماعة بتزعم أنها تدعو للإسلام، أي جماعة. قام يتكلم عن الفصيل التكفيري، قال وقد أخذ هذا الفصيل منهجه أو فكره من ظاهر كتابات الأستاذ سيد قطب، خاصة في كتابيه معالم في الطريق وفي ظلال القرآن. سبب شنو؟ سبب إنه سيد قطب بيفهم الكتاب والسنة بغير منهج السلف. عشان كده هنا بيقول عن الثورة الذين الخوارج أجوا حاوطوا بيت عثمان رضي الله عنه، ثم تسوروا عليه بعد أن نصحهم عثمان وزوروا الكتب، وزعموا أن عليا والزبير وغير من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم هم الذين دعوهم إلى قتال عثمان، وأنه وكل كذب وباطل وضلال، ورد عليه العلماء. بعد ذلك تسوروا عليه وقتلوا الأمير الشهيد عثمان رضي الله عنه، وضربوا زوجه نائلة زوجه رضي الله عنها، وفعلوا به الأفاعيل وهو يعني صائم شهيد مرضي عنه، هو من أهل الجنة وهو من المرضيين في خلافته وفي حكمه وفي نصحه للأمة. يا عثمان بن عفان رضي الله عنه التجارة، كان تاجرا رضي الله عنه، التجارة بتاعته بتجي المدينة، تجار المدينة بيستقبلوا، يقول لهم ها تشتروا مني كيف؟ يقول له نشتري منك ثمنا ضعفين. يقول لهم قد وجدت من زادني أكثر من ذلك. يقول لهم بنديك ثلاثة أضعاف. يقول لهم لقيت من زادني أكثر من ذلك. يقول له يا أمير المؤمنين نحن تجار المدينة، ألا أداك أكثر من كده منه؟ يقول لهم رب العالمين الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ثم يفرقها بين المسلمين، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال أرزاق دارة وذات بين حسن، ما كان يمر يوم في عهد عثمان إلا وينادي المنادي أن خذوا نصيبكم من المال ومن العسل ومن السم وهلموا إلى أعطياتكم. عرفت؟ الناس كلها كانت مرتاحة، وكان أميرهم رضي الله عنه يسوسهم بكل حكمة، ويصل إليه وتصل إليهم حقوقهم، لكن المشكلة في من ينسب إلى الدين وإلى الإسلام ولا علاقة له مع الإسلام الصحيح، ده سيد قطب. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان، وفي واحدين بيروجوا له هنا ما أعرف واحد اسمه مين، عنده جمعية كده ونحن بنتحدى ويناغشنا، في ناس من أخواننا الأفاضل من الشباب يقول لنا راح له في الغرفة، لا وما نشروا في الغرفة كلامه ده، نشروا بين الناس يبرز لنا قرنه، تقدر تدافع عن كلام زي ده المنهج اللي خرجوا به داعش وبوكو حرام تنظيم القاعدة والجماعة الكتل الدبلوماسي جرانفيل وغيرهم،
ورقوا من هذه الكتابات. قال واختلط فيها الحق بالباطل، كذاب. قال والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام، وهذه عين عوراء شوهاء لا شبكية فيها. قال ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام، عرفتها؟ وما قتل عثمان رضي الله عنه إلا مجموعة من المجرمين المضلين. ولذلك نحن نقول يا أخواننا إنه من أسباب الضلال، من أعظم أسباب الضلال، بل هو أساس الضلال، ترك اتباع السلف يقود الأمة إلى التفرق لا مرجعية إليها. أنت بتقول أنا أخو مسلم، وداك بيقول جبهجي، وداك شعبي، وداك حزب تحرير، وداك تبليغي جماعة التبليغ، وداك تكفير وهجرة، وداك المرجعية شنو يعني؟ لما نختلف وداك تبع محمد طه، المرجعية شنو؟ اختلفنا في الآية دي تفسير شنو؟ نرجع إلى وين؟ نرجع إلى السلف الصالح الذين هم الصحابة وأتباعهم إلى يوم الدين. أقف إلى هذا الحد، وقدم أخونا شيخ أبو بكر.